سجيف من متناول الجامعة سما الحمد لله تقدر تحل ماشي عليه صح الحمد لله لا بس وش حطنا الحمد لله واش حطوكم حطنا على استنساخ سما صافا انتيك ماشي زعما عفسا واعرة ولا اي واحد قادر يجاوب ماشي واليوم اللي فاتوا كيفاش مات لي شويه بصح الحمد لله نقول ما شاء الله فيها خير على كل حال ان شاء الله نديروا فيها حاجه مليحه جوزنا مات شويه واعرة عربيه انجليه انتيك لا بس الحمد لله تربية اسلاميه الحمد لله. كيفاش كان التحضير تاعك يعني لهذا الامتحان المصيري اللي يعتبر مفتاح كمفتاح للتعليم العالي والدراسات العليا؟ صافح التحضير كان الحمد لله بمشاركه ولا دروس خصوصيه الام مشاركه الام تاعها يما ربي يحفظها ان شاء الله وكلش على جال يما والشيخ بابا ما يزعف الشيخ بابا يما والشيخ بابا شغل الجنه تاعك ان شاء الله ربي يقدرنا نفرحوهم ونردوهم ان شاء الله امين ان شاء الله الاثنين ان شاء الله الاثنين خضر فيه زوج الجنات ان شاء الله واذا فلحت فيها ربي يثبتنا ان شاء الله ربي يهدينا وان شاء الله ربي يوفقنا نجيبوا الباك باذن الله ان شاء الله تكلنا على ربي وعاونونا الوالدين وعاونونا رجال خاف نتمنى لك كل توفيق ان شاء الله لك ولكل المترشحين.